يا هلا فيكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لتلفزيون البحرين في الانستغرام فيديو توعوي عن أهمية الحجر المنزلي وكيفية استغلال وقت الحجر في عمل الأشياء المفيدة. انتابع. سلام أستاذ، شلونك؟ وحشتيني. أنا بخير الحمد لله، أنت بعد وحشتيني. ما تبين تطلعين تغيرين جو معنا؟ باقي لي يومين وبايكم. إيش دعوة ترى كلها طالعة وبتردين؟ لا ما أقدر، مو بزين لي ولكم، بس إن شاء الله قريب أشوفكم. في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الشائعات، تقوم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية برصد ومتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يقوم ببث وترويج الأخبار أو المعلومات الكاذبة والخاطئة، وتقييم مدى تأثيرها على أفراد المجتمع البحريني. كما أنه بإمكان أي شخص متضرر أو أراد أن يتقدم بشكوى رسمية للإدارة عليه الاتصال على الخط الساخن 992 لاتخاذ الإجراء المناسب في هالموضوع. ردد عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة النشيد الوطني للبلاد وبعض الأناشيد الوطنية الأخرى عبر نوافذ وأسطح منازلهم. هذه المبادرة جاءت تقديراً للجهود الجبارة لقيادة البلاد والأجهزة الصحية والأمنية اللي قاموا بها لغاية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا، واتبعوها بالتصفيق، شاكرين أبطال الصحة وما يقدمونه من جهود في مكافحة الوباء. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان خلك بيتك وانشد لوطنك، يتضمن دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة إلى ترديد النشيد الوطني من نوافذ منازلهم. انتابع. قامت وزارة الداخلية التونسية بوضع روبوت في الشوارع الرئيسية وسط العاصمة لتطبيق الحجر الصحي العام المفروض على البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا، ويتجول الروبوت في الشوارع ويستوقف المارة المخالفين للوائح الحجر الصحي ويخضعهم للاستجواب. بدأ الأمر مفاجئ ومربك في بعض الأحيان لعدد من المستجوبين أمام الروبوت، وهو يطالبهم بالتوقف والتوجه إلى الكاميرا وإظهار وثائقهم الشخصية، ويوجه الروبوت المسير من غرفة العمليات بوزارة الداخلية نداءات عبر مكبر الصوت أوامر إلى المواطنين بالامتثال للقانون وملازمة البيوت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح. الجميع المطلوب من الجميع الامتثال للقانون، وتطبيق اجراءات الحجر الصحي العام عدم مغادرة المنازل.
تحول الهرم الأكبر في الجيزة إلى مشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه بالأحمر ونقشت عليه بالضوء رسالة توعوية أرادت السلطات المصرية من خلالها حظ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19. المبادرة اللي أطلقتها وزارة السياحة والأثار تجلت بعبارتين واكتتبت بالإنجليزية والعربية باللونين الأخضر والأزرق. جاء في الأولى خليك في البيت احمي نفسك، والثانية تحية للقائمين على حمايتنا، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وبشذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة، مع السلامة.